اهلا بكم في قناة تعلم معانا. احنا النهاردة هنعمل مشروبات الساخنة ومشروبات الباردة. هتبقى ساقعة شوية، وعندنا الكركديه هو اللي هيبقى المشروب بتاعنا. الكركديه هنعمل منه ساقع وهنعمل منه السخن، وهنقول فوائد الكركديه. الكركديه دوت نوع من الاعشاب بتزرع في مصر والسودان، مشهور جدا في اسوان وفي الاماكن اللي هي الاماكن اللي في مصر دوت. الكركديه لعلاج الضغط والدم، دوت الافضل ان احنا ناخده، بيساعد على تقوية ضربات القلب وبيحد من نمو السرطانية، مهدئ للتقلصات والرحم والمعدة والامعاء ويزيل الالام، مطهر، بيعمل على قتل الميكروبات والقضاء على اوبئة، يحافظ على مستوى الكوليسترول وضغط الدم، يستعمل كمرطب ومنشط للهضم. برضو استعمالاته في استعمالات كتيرة، يعني برضو استعمالاته كصبغة، صبغة طبيعية لأدوات تجميل أو أحمر الشفاه ومساحيق التجميل وشامبوهات الشعر وصابون الحمام، وبرضو بنحطه كإضافة لألوان عجينة الملح للأطفال، بيطحن طبعا وبيتحط في مية، وممكن لما بيتطحن برضو بيبقى بودرة بنحطه لاستعمالات كتيرة، يعني برضو عجينة الملح للأطفال دي عشان يلعبوا بيها، ودي هتبقى طبيعية جدا يقدروا يستفيدوا بيها. وعندنا برضو بيستعمل لزيادة تثبيت لون الشعر، والمشروبات الباردة دي لعلاج ارتفاع ضغط الدم. ده بيقولك اللي ضغطه واطي اللي ضغطه عالي، يعني بيبقى فيه السخن وفيه البارد، نقدر ان احنا نستعمله ازاي. هنوريكم استعمالاته وهنوريكم السخن دلوقتي. المشروبات الساخنة في الكركديه هنغلي زي الشاي، والتاني هنستنى عليه لما يبرد، وبعد كده نروح حاطينه في الخلاط، هيبقى مشروب جميل جدا لما بيبقى بارد. انا عاملة واحد مجهزاه، فهنخلطه في الخلاط وهوريكم ازاي هيبقى برضو نحط السكر وازاي هيبقى كويس معانا المشروبات سواء في الصيف او في الشتاء. تابعوا معانا. احنا هنا هنحط الكركديه سخن ونستنى عليه لما يغلي، هوريكم ازاي. احنا هنا جبنا الخلاط وهنحط، كنت مجهزه كركديه، كوبايه الكركديه ديت ساقعه احنا هنحطها، طبعا انا محليه حاطه فيها سكر، بتحطي فيها سكر عادي للكميه اللي انت عايزاها، بعد كده بتحطيها في الخلاط وبتضربيه في الخلاط. ده بيبقى المشروب الساقع بتاعنا في الصيف، احنا بنحطه في التلاجة وقت ما بيجي ضيوف او بنبقى احنا حابين نشرب فبنطلعها، وطبعا تقدري تخففيها عشان خاطر بتبقى تقيل، لان انت بتحطي، يعني انت لما تيجي تحطي زي الشاي، لا ممكن زي الشاي كده حطي بس معلقتين كبار في الميه، تبقى خفيفه لو عجبتك تمام، لو ما عجبتكيش ان هي كانت تقيله طبعا بتخففيها، لو هي خفيفه تقدري ان انت وعايزه تقليها تاني بتحطي كميه تاني من الاعشاب اللي هي الكركديه وتخليها تغلي تاني. اهم حاجه ان انت بعد ما بتصبيه بتحطي السكر طبعا وتصبيه وتدوبيه كويس وتسيبيه يبرد، بعد كده احنا بناخده بنحطه بقى في الخلاط زي كده، وبعد كده بنحطه في الكاسات وبنقدم له الضيوف. هنوريكم برضو السخن والساقع معانا. احنا هنا عملناها في الخلاط، هي بتبقى على فكرة بتدي طعم حلو خالص، وكمان بتبقى في الصيف بتبقى مشروب جميل جدا، خاصة ان احنا بنحتاجه في الصيف. وعلى فكرة في برضو طعم شوية من الفراولة، يعني انت لو بصيت هتلاقيه طعم شوية من الفراولة. وادي المشروب بتاعنا الكركديه الساقع، ده طبعا اللي احنا عملناه في الخلاط كركديه اهوت، بيبقى طعمه جميل جدا في الصيف، ده المشروب الصيفي اللي هيبقى الساقع بنحطه بنعمله، وبعد ما بنحطه في المية زي الشاي كده بيغلي، بعد كده بنسيبه يبرد، وبعد كده بنحليه بالسكر ونحطه في ازايز. اذا كان خفيف عاجبك تمام، لا اذا كنت عايزة تزوديه او تخليه تقيل ان انت بتحطيه تاني على النار وبيبتدي يغلي تاني، تحطي كمية برضو من الاعشاب اللي هي كركديه وتبتدي ان انت تغليه، وبعد كده تطلعيه يبقى بارد
بعد ما يعني يطلع يبرد، بعد كده تروحي حاطاه سكر فيه، وبعد كده تحطيه في التلاجة في ازاز، وبعد كده ما تيجي عند الاستعمال بقى اما تيجي تطلعي الضيوف تقدري تحطيه في الخلاط كده وتقدميه. جميل جدا في الطعم. طيب تيجي هنا بقى، عملنا احنا السخن برضو اللي احنا عملناه، حطينا شوية أعشاب من اللي هي الكركديه في المية وخليناها يغلي جامد. احنا هنا تقلناه بقى ليه؟ انا صنع عشان عايزاه عشان خاطر هعمله مشروب دوت، فانا هخففه طبعا بالمية، وبعد ما هخففه بالمية هبتدي ان انا هحط له السكر، وبعد كده احطه في ازايز ويحطه في التلاجة، وبعد كده وقت الاستعمال ابقى اطلعه واحطه في الخلاط ويتعمل كده بالشكل ده. دوت السخن، دوت المشروب ده سخن في الشتاء طبعا احنا بنحتاج نشربه كتير، بس بلاش الافراط فيه في الشرب كتير. ده طبعا بالنسبة للسخن عشان خاطر ما يضرش برضو، كتر الافراط في الحاجة من شرب الحاجة كتير ده بيضر برضو صاحبه، مش دايما على طول. طبعا لما نكون تعبانين برضو بنحاول برضو ان احنا نقلل، مش لازم نشرب كله في وقت واحد. انا هنا حبيت اوريكم المشروب الكركديه وفوائده، وتقدري تستخدميه في ايه، وازاي نعمل السخن، ازاي نعمله في سخن، وازاي نعمله مشروب ساقع في الشتاء، قصدي ساقع في الصيف، وازاي ان احنا نعمل مشروب السخن. يبقى احنا هنا عندنا السخن والساقع، قدمت لكم الاثنين. يا رب تكونوا استفدتوا من عندنا في القناة تعلم معانا. هتلاقوا مزيد من الفيديوهات في قناة تعلم معانا، تقدروا تشتركوا معانا عشان تشوفوا الفيديوهات اللي فاتتكم وهتفيدكم، لان دي قناة تهتم بالسيدات وبالاطفال وبنات. وهتلاقوا مزيد من الفيديوهات معانا، تقدروا تضغطوا على كلمة تعلم معانا هتجيلكم جميع الفيديوهات. شكرا لكم في قناة تعلم معانا.